جهدي ووفائي. وروحي وجهدي ووفائي. ونسقي أرضك في الدماء. أبديك يا أرض الأسود المهجة وروحي وجهدي ووفائي. شاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء شعبنا العربي الأحرازي أينما كنتم، نلتقيكم هذا اليوم مرة جديدة أو للمرة الجديدة من قناة الأحوازية، قناة كل الأحوازيين. ونحن أيضا نمر بهذه الأيام ذكرى 22 لتأسيس الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، هذا التنظيم الأحوازي الذي عمل جهدا كبيرا داخل الوطن في الأحواز المحتلة وفي خارجه. نبارككم بهذه المناسبة القراء، ونبدأ برنامج قناتنا قناة الأحوازية، قناة كل الأحوازيين. طبعا خلال هذا الأسبوع كانت هناك العديد من الأحداث على الساحة الوطنية وعلى الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية، كلها بشكل وبآخر تؤثر على قضيتنا العربية الأحوازية. ومن أهم هذه الأحداث طبعا السلطات الإيرانية اعتقلت عددا آخر من أبناء شعبنا في الأحواز المحتلة. أيضا هناك يعني محاصرة بعض المناطق كما تصل لنا الأخبار بسبب كتابة الشعارات ووضع اللافتات وتوزيع البيانات الواسعة المناهضة للعدو الإيراني ولما يسمى بمسرحية الانتخابات البرلمانية الإيرانية. أيضا هناك تقارير تصل لنا من الوطن تشير على أنه السلطات الإيرانية بدأت بنصب العديد من مراكز الجوالة، مراكز الشرطة الثابتة والجوالة لمنع الاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات. أيضا فرضت حالة من حظر التجوال بعد الساعة 11 ليلا في الكثير من الأحياء العربية المناهضة للعدو الإيراني، المعروفة بمناهضتها للعدو الإيراني، مثل حي ثورة البقبة، العزيزية، كوت عبد الله، الزردان، وأيضا مناطق حي النهضة وحي الزهور بالأحواز العاصمة، مسير منطقة كوت عبد الله حتى الغزاويات، وأيضا على طريق عبادان. كل هذه المناطق السلطات الإيرانية بشكل وبآخر تحاول أن تخلق بها حالة من الإرهاب وحالة من الخوف لتفادي ما يمكن يسمونها هم الاغتشاشات، ونحن نسميها المظاهرات الوطنية والاحتجاجات الوطنية. هناك لا زال العديد من أبناء شعبنا معتقلون من أبناء مدينة السوس البطلة، وهذا كله الإحراق مع بعضه طبعا نراه اليوم يتصاعد ويتكاثر من جانب، ومن جانب آخر ينعكس بشكل واسع على الإعلام العربي والإعلام الدولي. طبعا هناك
يعني فيما يتعلق بما تسمى بجغرافيا ايران السياسيه، كلكم تعرفون وانتم على ارض الوطن كم هو وكم هي الازمه الايرانيه الماليه الان، الازمه الاقتصاديه الان. الاتحاد الاوروبي يتخذ القرار تلو القرار بتجميد يعني ارصده ايران من خلال مقاطعه البنوك، وصلت الامور حتى يعني الحبوبات وغير ذلك، التامين على المراكب اللي تحمل البضائع وغير ذلك. كل هذه القرارات اثرت بشكل كبير على تدهور الاقتصاد الايراني، ناهيك عن العمله الايرانيه اللي انتم يعني حكينا في الحلقات السابقه ماذا يجب ان نفعل، وفعلا انتم شاهدتوا النتائج بام عيونكم كيف يعني هبوط الريال الايراني يؤثر على ما تملكون من اموال اذا كنتم تملكون، وكيف هبطت ونزلت اسعارها امام العملات الاجنبيه، امام الذهب والى الاخر. لذا يعني النظام الايراني يتهاوى، النظام الايراني يتقهقر، النظام الايراني يعني يصل الان الى ذروه مشاكله مع الداخل ومع المنطقه ومع العالم. وفي ظل كل هذا يعني نجد ان الصراعات الداخليه في ما بين اجنحه السلطه ايضا هي الاخر تاخذ طابعا كبيرا من يعني الاهتمام، لان عندما تكثر مشاكل الدوله وعندما تكثر مشاكل الحكومه وخصوصا حكومه مثل ايران اللي فيها تعدديه قرارات وتعدديه حكومات وتعدديه مسؤوليات وغير ذلك، تجد ان كل واحد من هؤلاء يحاول يغذف بهذه المشاكل الى الطرف الاخر، وهو يقوم بانفراد بما يسمى الانفراد القرارات، خامنئي، احمد نجاد، لاريجاني، سعيد جليلي، كل واحد من عندهم يعمل حتى يعني يظن انه يمكن ان ينقذ هذه السفينه الايرانيه المنكوبه اساسا، ولكنهم كل هؤلاء يعملون اليوم لاغراق هذه السفينه وهي قارقه دون شك بما تحمل من قنابل داخليه سوف تفجر هذه السفينه، وهو الفقر والديكتاتوريه والاحتلالات دول للشعوب المنطقه مثل الاحواز واذربيجان وبلوشستان وتركمانستان كردستان وغيرهم، وايضا مما تحمل من هذه السفينه من جرائم بحق الشعوب المجاوره مثل العراق والمملكه العربيه السعوديه والبحرين ولبنان وفلسطين ومصر. يعني هذه السفينه مملئه من الجرائم، وكل هذه الجرائم قنابل ضدها، فبالتالي هذه السفينه سوف تغرق دون شك، ولكن يعني بحاجة إلى المزيد من الدفع من قوانا ومن شعبنا ومن مناضلينا ومن العالم الذي أصبح يحاصر هذه السفينة المنكوبة التي هي على وشك القرق في حقيقة، ولا نتمكن أن نصف الموضوع بأكثر من هذا، لأن هؤلاء حملوا هذه السفينة يعني كل هذه القنابل بعمل أيديهم، ارتباطاتهم مع المنطقة، ارتباطاتهم مع العالم، ارتباطاتهم مع حتى شعبهم الفارسي، ارتباطاتهم وعلاقاتهم مع شعوب الغير فارسية المبنية على الاحتلال والقهر ومحاولة حذف وجودهم. كل هذه أي واحدة منها بإمكانها أن تنسف كل هذه السفينة رأسا على عقب وتدمرها، وبالتالي تنهي وجود الدولة اسمها إيران. وفي كل هذا وبين هذا وذاك أقاموا أخوانكم الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازي بمناسبة الذكرى 22 برنامجا وندوة رائعة حقيقة، شارك فيها العديد من أصحاب الرأي والمؤسسات العربية وأشقانا وأصدقانا من القوميات الغير فارسية وأيضا أشقانا الأحوازيين بشكل مشرف، وأثروا كل هؤلاء هذه الندوة الوطنية اللي سميت القضية الأحوازية المتغيرات الدولية الربيع العربي، وناقشوا من خلال هذه الندوة الوضع الأحوازي، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، وحقيقة كانت رائعة ومميزة. وسوف نبث في هذه الحلقة أجزاء من هذه الندوة الناجحة اللي شاركوا فيها أشقانا عرب الخليج من عدد من الأخطار، أشقانا السوريين، المصريين، العراقيين، وعدد آخر من أخواننا ومسؤولي مؤسسات هذه الدول الشقيقة،
وأيضا مسؤولي عن جبهة الشعوب الغير فارسية والعزيزين علينا جميعا أبناء شعبنا العربي الأحوازي اللي هم يأتون في المقدمة وفي صدارة هذه البرامج الوطنية. نشاهد معا هذه الندوات ومن ثم نعود إليكم جزءا طبعا من البرنامج، وإن شاء الله سوف بالحلقات القادمة سنبث عليكم الأجزاء الأخرى. ناخذ هذه الفاصل إن شاء الله ونعود عليكم. حال الدول لعدم اخلاق النظام الايراني للعراق، تم تاسيس وفد كبير ضمن لاهاي محكمه العدل الدوليه، وفد تشكل من كل القوى الشعوب الغير فارسيه في النظام في ايران، وبالاضافه الى المركز الخليجي الاوروبي. واستطعنا ان نقابل المسؤولين هناك، استطعنا ان نقابل حتى منظومه ومركز كبير في لاهاي، والان احنا من اجل ان يكون هذا التحالف قوي في الشبكه العالميه. يعني الاداره الدكتور محمد جدا مهم في هذا المرحله حقيقه. نحن ننظر الى ما يعانيه الشعوب الغير فارسيه وخاصه الشعب الاهوازي من 1925 الى الان، موضوع جدا مهم، موضوع جدا اساسي، لان المنطقه مقبله على ازمه وعلى صراع دولي كبير مغيبه في هذه الشعوب، وبالاضافه الى عمليه يعني الان النظام الايراني من تصدير الارهاب والعنف والثورات، يعني وتاجيج النزعه الطائفيه ما يعانيه مجتمعنا البحريني حقيقه. يعني في نضالات الشعب البحريني ممتد من العشرينات الى الان، وهذه النضالات يعني عادله وسليمه من اجل مجتمع ديمقراطي عادل، ولكن دخول العامل الايراني ودخول الاطماع الايرانيه في هذا الجانب وزع وغير الصراع من صراع وطني من اجل تدعيم المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى، وكانت كل القوى مؤيده لدعم هذا الحوار ودعم هذه الاصلاحات، الى صراع من اجل توزيع المجتمع الى طائفه ضد طائفه. وهذا كان نفس التجربه اللبنانيه ونفس التجربه العراقيه من اجل تشطير المجتمع الى طوائف، وبالتالي تنفيذ اجندات الغرب من اجل الدخول من هذا الباب. طبعا النظام الايراني حقيقه تهديداته بغرب محيط هرمز، وتهديداته بقصف الدول المحيطه الخليج العربي، هذه التهديدات ناخذها بمحمل الجد، وكذلك مشروع النووي الغير سلمي. يعني كل الخيرات الموجوده الان للشعب الشعوب الغير فارسيه تجند مع الامن، يعني مع زياده الحظر الان في 1 يوليو راح يكون بدء الحظر حقيقه، والمعاناه ما هم الملالي ولا هم حرس الثورة ولا هذا الطقم القليل، الشعب الإيراني الغير فارسي الشعوب هي راح تعاني حقيقة من كل هذه المعاناة. إلى الآن بدأت الأزمة وسعر صرف الدولار والتومان بدأ يرتفع، وبالتالي راح يدفع هذه الضريبة الشعوب الغير فارسية، وبالتالي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية راح تبقي في هذا المنطقة. بالاضافه ما يعانيه الان الشعب البطل السوري، يعني حقيقه وما وجدناه من يعني عناصر من حرس الثوره كانت موجوده وكشفت هذه المسائل، وما موجوده في لبنان وموجوده في العراق، العراق يعني اكبر مثل وواقع في هذا الموضوع. نحن نعتقد حقيقه في تجمع الوحده الوطنيه وفي جمعيه البحرين مراقبه حقوق الانسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، يعني بدء العمل بشكل منهجي وبشكل علمي من الان، وبالتالي نحن اطلقنا بهذه المناسبه تشكيل التحالف الدولي ضد جرائم ايران الفاشي يعني. والحمد لله انضمت 5 قوى الان الى هذا التحالف، سواء كانت بحرينيه، تجمع الوحده الوطنيه، او من اليمن،
تحالف المجتمع المدني اليمني او مركز الخليج الاوروبي مقره في لندن وجمعيه البحرين لمراقبه حقوق الانسان. هذه التحالفات الان المنظمات العربيه والخليجيه والدوليه بدات تشكل هذا التحالف من اجل ان نشكل تحالفات اخرى تحت هذا التحالف، وبنكون اول تحالف هو التحالف الدولي من اجل الاحواز. وبالتالي راح يكون داخل هذا التحالف عمل اعلامي كبير، قناه فضائيه وتكون صحيفه الكترونيه، وبنكون في تواصل مع كل الهيئات والمنظمات الاوروبيه من الامم المتحده الى الجامعه العربيه الى مجلس التعاون الخليجي، مع كل مناطق ومراكز صنع القرار سواء من امريكتين الى اوروبا الى العالم العربي، من ثم يكون مراكز شبابيه نسويه مراكز حقوقيه تبدا في التحرك لتوصيل هذه القضيه الاحوازيه الى المجتمع الاوروبي. المجتمع الاوروبي حقيقه يقرا الانجليزي ويطلع على القنوات الموجوده، كانت البي بي سي، سي ان ان، سكاي نيوز والصحف، وبالتالي لابد يكون استهدافنا الى هذه القنوات، الى هذه الوسائل الاعلاميه، ومن خلال الشبكات تويتر وفيسبوك. لابد القضيه الاحوازيه الان تطلع من الغرف المقلقه، من الساحات المغلقه الى الفضاء الواسع، من ثم نبدا التحالفات الاخرى. يعني نفكر الان تحالف اوسع، ان حتى القوى الوطنيه السوريه والعراقيه والقوى الاخرى تبدا تتدخل في عمليه التشبيكات. هذه عمليه التشبيكات جدا مهمه في هذه المرحله لتوصيل القضيه الاحوازيه وقضاء الشعوب الاخرى. نحن نعلق امال كبيره على ان يوصل الشعب السوري الى حريته والى نضاله، ويحقق يعني دوله حره مستقله، وبالتالي كذلك ندعم خلالها حتى الشعب العراقي. يعني ما جرى في العراق كذلك دول الخليج العربي حقيقه مستهدفه بشكل كبير. يعني ما يدري في البحرين الان او في السعوديه او في الكويت، يعني من تهديدات سافره وتهديدات يعني في صلاه الجمعه او حتى من القياده الايرانيه من حرس الثوره، تهديدات الان ما عادت مبطنه، الكل يقراها ويشوفها. يعني في حين انظمتنا لا زالت تعلق امان على الغرب والامريكان والجيش الغربي، في حين هملت موضوع الشعوب احنا نعتقد هي مساله جدا هامه في هذه المرحله. لابد الشعوب تعطى فسحه من المشاركه السياسيه، المشاركه في الثوره، المشاركه في القرار. يعني هذا الربيع العربي لابد ما فقط يعني المواطن المصري يستمتع فيه، ولا اليمني او التونسي او الليبي، كذلك اي مواطن عربي يستمتع بهذا بالحريه والديمقراطيه، ولكن مش عبر دبابه امريكيه ولا دبابه ايرانيه، عبر يعني اصلاح من داخل الشعب. فبالتالي نحن نحيي هذه الفكره المجيده ونساند كل متطلعات الشعوب نحو الحريه والاستقلال والعداله، وعلى راس الشعب الاحواز البطل والشعوب الاخرى. في نفس الوقت نجدد ان هذه الدعوه مفتوحه لكل القوى والشخصيات الموجوده سواء في هذا القاعه او في الخارج، للانضمام للتحالف الدولي ضد جرائم النظام الايراني، وكذلك الدعوه مفتوحه لكل القوى الاحوازيه الى انضمام للتحالف الدولي من اجل الاحواز والشعب. شباب الاحواز وسيدات الاحواز ورجال الاحواز، على المهمه الصعبه الشاق التي يتحملوها في ظل نظام يستبد ويستهين بالناس ويستحضر الناس. وقد قيل قبلا: وما اسلم المجوس ولكن الاسلام تمجس. وقال الخليفه عمر بن الخطاب الذي يشتم في جيران الان على المناظر:
قال تمنيت ان يكون بيني وبين ايران جنة من النار. واوجه الكلمه الى كل المسؤولين العرب لاقول لما يجري من محنه هذه الامه. اقول هذا البيت البسيط قوي قوي همو قتل حسين اخي قوي همو قتل حسين اخي فاذا رميت اصابني السهم العلة والخلل في الكيانات هذه الأمة في الكيانات التي تحافظ على كراسيها ولا للدول الكبرى أصحاب الامتيازات والمصالح وتترك شعوبها الشعوب التي قررت أن تكتب تاريخها بيدها بعد أن كتبت تاريخ رجال الآن الشعوب تكتب الآن الشعب العربي يقترح حاجة الخوف ويقدم التضحيات ويقدم الدماء غريبة زكية للمحافظة على حرية المواطن العربي ومن خالق ومن سلال هذا حرية المواطن الأحوال وكرامة المواطن العربي وكرامة المواطن الأحوال والعيش الأمين الغريب للمواطن العربي والمواطن الأحوال دون استعباد دون إذلال دون خضوع دون تحكم في المصير في المصير المطلق الذي أصلاً القيادات لا تعرف وهم الجبناء الذين ينهارون الدين أبسط ضربة من ينشرون ينهارون الطغاة تباعا لأنهم يحكمون بالهجب ويتركون شعوبهم الحريصة على أمانهم وطموحاتهم. أيها الشعب الأقواس الكريم توحد تماسك تحدي لتكن قافلة الحرية نشطة ومستمرة في التحدي لتحقيق آمال وطموحات الشعب الأحوازي الذي قدم ويقدم التضحيات المستمرة السخية والذكية في سبيل كرامة المواطن الأحوازي في سبيل حرية المواطن الأحوازي في سبيل قيام ديمقراطي مدني يحترم القانون ويكون لكل الأحواز دون خلل أو دون فواصل بين سواء من الناحية القومية من الناحية الوطنية من الناحية المذهبية الأمة العربية لنا جميعا الأمة الأحوازية لأهلها جميعا فلتتوحد القوى فلتتشارك الأيدي فلنكون كتفا لكتف وساعد لساعد لتحقيق طموحات هذه الأمة والسير على هدى الكيانات المؤمنة بواجباتها تجاه طموحات وتاريخ هذه الأمة. الأحواز يجب أن تكون دولة، الأحواز يجب أن تكون كيان قومي، كيان ديمقراطي يحمي حقوق الأحوازيين وينفذ طموحاتهم بالحرية والمستقبل. آن الأوان لتوحد الأحوازيين وتجمعهم وتوحيد صفوفهم من أجل تحقيق الطموحات. أن مصاب الأحوازيين هو نفسه مصاب العراق. والجرح الثاني في العراق هو نفسه الجرح الثاني في الأحوال. وأريد أن أقول لكم بيت شعر تقليدي في العراق يقول فيه الشاعر التراثي: من يضيع ذهب يستطيع أن يحصل على الذهب في سوقه، ومن ضيع صديق لا بد أن يبقى هذا الصديق، لكن اللي ضيع الوطن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يسعدني ويشرفني وبعد احتلال العراق عيد العام 2003 اصبحنا في خندق واحد ونواجه عدوا مشتركا خاصه بعد ان تبينت لنا ولابناء الشعب العراقي المخططات الدمويه لفيلق القدس الارهابي التي ياسسه الجنرال قاسم سليماني والذي نفذ عمليات الانتقام والإقصاء للكفاءات العراقية داخل العراق بعمليات إرهابية الجبانة. أنا سعيد حقيقة أن
الحمد لله الآن العالم يعني بدأ يدرك حقيقة الدور الحديث لنظام الملالي في المنطقة، والذي يحاول أن يعيد أمجاد وما يسمى ببلاد فارس القديمة، لأنه يحمل أطماعا توسعية. هو لا يكتفي حقيقة بما احتله من الأراضي العربية في الأحواز، وإنما دائما صاحب رؤية توسعية انتهازية يقتات على مشاكل الشعوب، وهذا ما نحن نعرفه وجربناه مع نظام الملالي في طهران. أنا حقيقة لا أريد أن أضيف في كلمتي، ولكن أدعو الأخوة الأحوازيون أن يكونوا في هذه المرحلة يتحمل المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة. أنا أرى بأن هذه الجرائم المرتكبة والموجودة الآن على جدران القاعة، أعتقد بأنه يجب أن تنقل إلى الشارع أمام المجتمع الدولي. يعني يجب أن نخرج من الندوات والمؤتمرات الوطنية والمحلية وحتى العربية إلى المجتمع الدولي، لأننا إذا ما استطعنا أن ننقل قضية الأحواز العاجلة أمام المجتمع الدولي، وإذا ما استطعنا أن ننقل حقيقة هذه الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الأحوازي وكيف تضطهد حقوقهم وكيف تنتهك أعراضهم وكيف تسلب أموالهم، الشارع الأوروبي والشارع الدولي لا يعلم بهذه الحقيقة، لا يعلم بهذه المجازر وهي جرائم ضد الإنسانية. يعني أتمنى على قسم من الأخوة الأحوازيين أن ينتقلوا إلى مرحلة مساعدة نظام الملالي باعتباره يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة منظمة، وينتقلوا إلى التحرك أمام المجتمع الدولي في المحكمة الجنائية الدولية أو حتى في طلب الدعم السياسي داخل دوائر القرار في مجلس الأمم في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي أنا أرى بأن هذه الجرائم وهي تقع جرائم ضد الإنسانية وتنطوي تحت مساءلة نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشئت على أساس المحكمة الجنائية الدولية، للأسف لم تتم مساءلة هذا النظام العنصري التوسعي لحد هذه اللحظة، ولما هؤلاء الشهداء هي أمانة في رقابنا جميعا. إضافة إلى ضرورة أن تنتقل هذه الصور وهذه الحقائق أمام المجتمع الدولي في الشارع، لا غير حقيقة أن ينتقل الأخوة الأحوازيون ويقفون أمام المنستر، يقفون أمام تين دافن سدريك، يقفون في بابين في باريس، يقفون في كل العواصم الأوروبية أو حتى في الداخلات المتحدة الأمريكية من خلال كل الأخوة الأحوازيين المضطهدين والمشردين عن أراضيهم وبلدهم وحقق لهم المصير، أن تنتقل هذه الجرائم لغرض تكوين رأي عام دولي اتجاه ما يجري حقيقة من مآسي داخل الأراضي العربية في الأحواز، وضرورة توعية المجتمع الدولي على حق تقرير المصير الذي هو وفق ميثاق الأمم المتحدة والذي لم نهدي يعني بما لم تأتي به الأوائل، وإنما هو جزء ومبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة والدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة. لذا أكرر دعوتي لكم إخواني أن تتحملوا مسؤولية كبرى في هذه المرحلة. الثورة الأحوازية هي أمانة في رقابنا جميعا، علينا أن نطلق المجتمع الدولي حول هذه ما يجري من حقائق واضطهاد وقتل والإعدامات ليست وليدة اللحظة. يعني الشعب الأحوازي 80 سنة الآن ينزف دماء، المجتمع الدولي لا ينظر إلى الشعب الأحوازي كشعب، وإنما ينظر إليه كأنه برميل نفط قدم هدية إلى الشاهنشاهية الإيرانية الفارسية. فهذه حقيقة يجب علينا أن نطالب بحقوق الشعب الأحوازي، علينا أن نتحمل مسؤولية أن ننتقل بمخطط مرحلي على الأقل لنقل قضية الأحواز أمام المجتمع الدولي. وأكرر أرجوكم أن تنتقلوا من مرحلة النضال المحلي إلى مرحلة النضال أمام العالم، لأن حركة تحرير الأحواز بصورة عامة هي إحدى حركات التحرر العالمية التي يجب
أن تنال اهتماما حقيقيا من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية ومن الأنظمة السياسية في الدول. هنالك صراع عليكم أن تنتهزوا في هذه المرحلة، أنتم تعلمون بأن الدور الإيراني الفارسي أصبح الآن في أضعف حلقاته. أنا أعتقد بأنه عليكم جميعا أن تتحركوا على مستوى على جميع المستويات بالأحرى لغرض استثمار هذه المرحلة لتحقيق الحرية والتقدم للشعب الأحوازي والاستقلال حتى ينال استقلاله في دولة عربية تنظام تحت لواء الدول العربية وتعود إلى الوعاء العربي وتعود إلى أهلهم وعشائرهم الممتدة والممتدة على مدى الوطن العربي. وكما قال الشاعر بلاد العرب أوطاني من الشام تطواني، ولكن أنا أقول من الأحواز تطواني. أكرر شكري وتقديري على إتاحة هذه الفرصة، وأنا حقيقة مؤمن بأننا في فندق واحد وعلينا أن نعمل صفا واحدا لاتجاه الهجمات التوسعية المصرية الفارسية. أكرر شكري وتقديري للأخوة القائمين على هذه الندوة، وأيضا شكري وتقديري لكل الأخوات والأخوة على حسن الظن وعلى الاستماع الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر الأخوان في الجبهة الشعبية الغازية، نشكر الأخوان وحلنا العربية يقولون حلو كلام ما قل ودل، وإحنا اللي جايين أخواتكم من البيت ومن السعودية في منظمة الرسالة العالمية لغض الإنسان. إحنا ننظر لكم من الخارج، ممكن تتعاملون كثير. فمن خلال ملاحظتنا إحنا عندنا نقطتين. الأولى اللي هي عدد الإخوان في الأوقات والخاصة النخب السياسية، لأن نلاحظ أن تحركاتهم فردية، يعني الحين الجبهة الديمقراطية تحرك أو الشعبية تحرك في على حدة، ولاحظ هم في منظمات أخرى كلها تحرك على حدة، وهذا خطأ، لأن ما إحنا بالنهاية نبحث عن دولة، هدفنا الأسماء هو الدولة مو بطولات شخصية أو إنجازات شخصية. فننظر هنا أن يكون هناك قيادة موحدة، يعني نضرب مثال على الإتمات اللي صارت في الأشهر القليلة في ليبيا، كان هناك نظام شعبي بس يدعم من الخارج حكومة وطنية حققت إنجاز. أما أن تحرك شعبي وحده ما راح يكون هناك إنجاز، لأنه راح يقمع الشعب من خلال الفرس. ونظر مثال آخر في ما يحصل في سوريا حاليا، يدعم قيادة من تركيا قيادة خارجية، وإن شاء الله راح يسمعون الإنجاز. فعندنا إحنا هني خلل، لا يوجد قيادة موحدة. فننصح الأخوة أن يكون هناك قيادة موحدة بحيث أن يكون دعم. يعني حاليا أنتم تنظرون أن لا يوجد دعم للمنظمة للشعب الأهوازي، فعلاً هناك ما في أحد يمثلهم، تحركات شخصية. لو في شخص أو قيادة معينة تتوجه للدولة للدول فيكون هناك تمام معهم. عندنا ممكن الأخ قال أغلب المنظمات أو المؤتمرات في الغرف المغلقة، فعلاً ما حد يتابعها، يعني ممكن هالكلمة هذه الموجودة وين الصحافة وين ما في أحد يتابعنا، ممكن الكلام هذا ينتهي خلال ساعات. فإحنا نبحث عن إنجاز، فالإنجاز هو في تكوين خلينا نقول حكومة مؤقتة تتلم على ظهر الشعب كله يكون ممثل في هذه الحكومة. الأمر الثاني، قدم بعض المستهدفين في المنظمات الأهوازية رسالة للانضمام للمجلس التعاون، وهذه شيء طيب. ممكن الرسالة ما صار لها ردة فعل دولية، لأن ما في شخص ممثل القيادة يدعم الأمر هذا، وإحنا في منظمة الرسالة العالمية ما
ندعوكم للمشاركة. كيف معنى أن هناك حنا معكم في الكويت السعودية موجود شخص البحرين نكون منظم نكون مجلس تعاون خليجي شرقي كيف ويضم ممثلين من الأفراس بحيث تكون هناك أداة ضابطة شعبية على الحكومات الخليجية لأن احنا مؤمنين في القضية الهوازية. فلذلك يكون هناك تحرك شعبي خليجي مع اخواننا الهوازيين بحيث نضغط على شعوبهم. وهذا ما حبينا نقول لكم ولكم كل الشكر. نعم نعم مشاهدينا الافاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من جديد نعود اليكم بعد ما شاهدنا اجزاء من ندوه الذكرى 22 لتاسيس الجبهه الديمقراطيه الشعبيه الاحوازيه اللي خصصت للقضيه الاحوازيه الوضع العربي والوضع والربيع العربي متغيرات المنطقة والربيع العربي. وبالتالي شاهدنا واستمعنا إلى عدد من الأشقاء المشاركين بهذه البرنامج، وأنا باسمكم أحييهم على هذه المشاركة الرائعة وهذه الاقتراحات المهمة اللي اقترحوها سواء كان دكتور ياسر الفولاد أو الأستاذ الشيخلي وباقي الأخوة من العراق ومن المملكة العربية السعودية. فكل هؤلاء الأخوة المشاركين حقيقة كانوا كما توقعنا وكانوا كما تصورنا وكانوا حقيقة أتوا ليقولوا للأحوازيين أننا معكم، أننا في خندق واحد، أننا نعمل لدعمكم بكل ما نتمكن. وكانت لهم كلمة واحدة أيضا: يا أحوازيين توحدوا، يا أحوازيين كونوا صفا واحدا بوجه المحتل الإيراني، يا أحوازيين اتركوا الاختلافات جانبا، واليوم هو يوم الوحدة، اليوم هو يوم رص الصفوف، اليوم يوم استثمار المتغيرات الإقليمية والدولية، استثمار الأوراق المهمة المتاحة لديكم. فهذا ما حقيقة قالوه كل الأخوة المشاركين العرب اللي استمعنا حتى الآن لكلماتهم القيمة والمشاركاتهم الثرية. فبالتالي نحييهم ونشد على أيديهم ونقول لهم نعم هذا ما كنا نريده ونتوقعه من أبناء شعبنا وأمتنا العربية من المحيط الخليج العربي، وها نحن نشاهد هذه البوادر الطيبة. نعم يعني ما جاء في كلمات كل واحد من هذه من هؤلاء الأخوة المتحدثين كان يعبر بالتحديد عن مطالب الشعب العربي الأحوازي وتوقعات الشعب العربي الأحوازي. نحن نقول نحن نعم في خندق واحد مع أشقائنا في العراق وأشقائنا في الخليج العربي كافة، من المملكة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة أراضيها، وأخواننا وأشقائنا بإمكانهم العمل الكبير وبإمكانهم دعم القضية الأحوازية ودعم شعوب ما تسمى بجغرافية إيران السياسية من الأتراك، أتراك أذربيجان اللي يشكلون ما يقارب 25-30% من سكان هذه الجغرافيا، إلى تركمانستان هذا الشعب الطيب الصديق للعرب والمناضل من أجل تحرير أراضيه، أيضا بلوشستان اللي تربطها علاقات تاريخية مع العرب، هكذا الكرد جوار تاريخي. لذا يعني كل هذه الكلمات اللي استمعنا إليها وهي ملخصة طبعا شاهد المشاهدون كانت تعبر عن نية حقيقية للتعامل مع الوضع في المنطقة وللتعامل مع قضية الشعب العربي الأحوازي. نشد على أيدي إخواننا وندعو إلى المزيد ونتوقع خطوات عملية على أرض الواقع. نعم خليج شعبي، اتحاد خليجي شعبي شعوب الخليج، نعم للتحالف اللي طرحه
الأستاذ الفولاذ ونحن معه بالتأكيد ومع كل المقترحات اللي تؤدي إلى الوصول للتخلص حقيقة، ليس تحرير الأحواز فحسب، بل التخلص من ما تسمى بالدولة الإيرانية. لأن الدولة الإيرانية ما زال إذا كانت قائمة بأي شكل من الأشكال سوف تقوم بتهديداتها للجوار. إذن التفكك منها بمعنى دولة أذربيجان، الشعب الأذربيجاني سوف أما أن يندمج مع جمهورية أذربيجان، وهذا حق طبيعي لأنه شعب واحد، أما أن يعلن جمهوريته، وهكذا الشعب البلوشي أما أن يندمج مع الشعب البلوشي في باكستان ويعلن دولة مستغلة واحدة، أما أن تكون دولته مستغلة، هكذا لأشقان التركمان، هكذا للأقوى الأكراد، فكل هؤلاء بإمكانهم أن يؤسسوا دولهم. عندئذ ماذا سيبقى من إيران؟ تبقى دولة فارس وبمدن فارسية بعيدة عن الحدود العربية، غير قادرة على تهديد العرب، غير قادرة على أن تصنع نووي، غير قادرة على أن تحتل الأراضي، ليس لها جوار إلا مع الأحواز، وبيننا وبينهم جبال مرتفعة وحدود طبيعية. بالتالي نقول لأشقانا نعم لمشروع استراتيجي عربي يحرر الأحواز ويفكك الدولة الإيرانية ويساعد دول شعوب المنطقة المحتلة كما ذكرت أسماها لتأسيس دولها المستقلة وتعيين مصيرها، وكل هذا حقوق مشروعة في إطار القانون الدولي، حقوق مشروعة في إطار حقوق الإنسان. لأن ليس من الحق والعادل أن نطالب لحرية صحفي واحد ولا نطالب لحرية شعب بأكمله 25 مليون أن يقرر مصيره. ليس من يعني من حقوق الإنسان أن يعبر الإنسان عن كلمته وعن إرادته، من حقوق الإنسان أن يعبر المواطن عن ما يريد أن يتدين به وإلى الآخر. وهذا كله نشاهد أنه منظمات الإنسانية تطالب بهذا وتدعو إلى أن يسمح إيران مثلا للمرأة أن تتطلق، أو للمصوت أن يصوت لمن يريد. فكيف لا يمكن أن يسمح القانون الدولي للشعب العربي الأحوازي وهو شعب عريق له انتماءه القومي وتاريخه وحضارته وله ثرواته الطبيعية ويعيش على أرض محددة، كيف لا يمكن للأمم المتحدة أن تسمح لهذا الشعب أن يقرر مصيره وفي الوقت اللي تعمل على تحرير مثلا سجين واحد؟ لذا نقول كل مطالبنا هي مطالب مشروعة، كل ما نناضل من أجل الوصول لحق تحرير مصيرنا وتفكيك الدولة الإيرانية هو مشروعة. فنقول للأخوة العرب نعم لمشروع استراتيجي يحرر الأحواز ويفكك الدولة الإيرانية وينهي التهديد الإيراني على الأمن القومي العربي والقومي الأمن الخليجي بالتحديد والعراق الشقيق الآن الجريح. فبالتالي نقول هذه الندوة حقيقة حتى الآن اللي شفناها من خلال هذه الأجزاء اللي ظهرت هي ندوة مثمرة وناجحة ومميزة على مستوى الندوات العربية والأحوازية والعربية بالتحديد، لأن للأسف ندواتنا الموجودة تستبعد مسألة إيران وتستبعد الأحواز من قضية التهديد الإيراني، ولكن هذه الندوة وما شاهدنا الآن وضعت الأحواز في قلبها ووضعت الخطر الإيراني في صلب مسألة الأمن القومي العربي. فبالتالي نقول أنها ندوة مميزة بامتياز أحوازي وعربي وخليجي بالتحديد. فنقول يعني نحمد الله على هذا العمل الجبار، ونتمنى من أخواننا ورفاقنا في الجبهة الديمقراطية الشعبية وكل الناشطين الأحوازيين المزيد من هذه الأعمال اللي تظهر بحقيقة إيران وتفجر الطاغات العربية وتفجر الإمكانات العربية وتفجر هذه المشاريع اللي سمعناها واستمعنا إليها، اللي إن شاء الله سوف تشاهد النور ونرى خطوات عملية لتحقيقها. وأقول هنا نعم كشعب أحوازي بحاجة إلى كل أشكال الدعم وبحاجة إلى كل أشكال المناصرة وبحاجة إلى مشروع استراتيجي عربي للتخلي والتخلص من التهديد الإيراني الدائم على أمن واستقرار المنطقة. ونقولها وقلناها لا يمكن الاتكاء على هذا وذاك، وأنتم تعرفون ما يجري بالسياسة، الخطر الإيراني أولا مهدد الدول العربية،
لا يهدد آلاف الكيلومترات قارات أخرى، يهدد أمن واستقرار الدول العربية، والدول الأخرى تبحث عن مصالحها، الدول الأخرى لا يمكن لإيران أن يتجاوز عليها ليحتل أرضها، ولها ما لها من إمكانات عسكرية كبيرة جدا لا يتجرأ إيران أن 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 يقذفها أو يحاربها. ولكن نظرا لوجودنا ومكاننا الجغرافي لهذا العدو التوسعي اللي يحرض كل الحرض على أمتنا وقضيتنا وشعبنا وتاريخنا وحضارتنا، بإمكانه أن يستمر بتهديد أمننا القومي العربي إلى ما لا نهاية، ولا أحد يعول على أن يأتي خامنئي آخر وتكون سياسته تختلف عن الخامنئي الحاضر، لأن الخامنئي القادم سوف يلبس ربطة بدل الإعمامة. كل العقلية الإيرانية مبنية على تحقير وتسقير الشعوب الأخرى وبالتحديد الشعوب العربية، ولهؤلاء أجندة ومشروع توسعي يعود إلى آلاف السنين منذ أن وصلوا إلى منطقتنا واحتلوا وأسقطوا الحضارة الإعلامية، وبالتالي انتقلوا إلى العراق الشقيق ليسقطوا حضارات بين النهرين وعلى الجزيرة العربية وصولا لمصر الشقيقة وإلى الآخر. هذه العقلية الفارسية الإيرانية لا زالت موجودة، وهي يمكن مشاهدتها في كل لحظة ومن خلال أعمار الدولة الإيرانية اللي تسعي جاهدة أن تصل إلى القنبلة النووية لمن؟ لإخضاع دول المنطقة وشعوب المنطقة، وهي لا تملك اليوم هذه القنبلة والله أعلم، وتهدد العالم كله، تهدد العالم كله بعقلية استعلائية أنها تتحدى القانون الدولي، لأن مضيق هرمز ما يسمونه هو نحن نسميه باب السلام، مضيق باب السلام هو ممر دولي ويحميه القانون الدولي وتحميه البوارج الدولية والصواريخ الدولية والنووي الدولي، وإيران يقول أنا أسكر هذا المضيق، بمعنى أن هذه الدولة إذا امتلكت قنابل نووية تقول سوف أفجر الأرض، سوف أنهي البشرية كلها. يعني هذه الدولة بهذه العقلية لا بد وأن يكون لها من يواجهها بعقلية وحكمة عالية كي يمنحها من الوصول إلى هذه القنبلة الشريرة، كما فعل العالم مع هتلر وموسوليني اللي أوقفوهم عن تطمعهم ضد البشرية، وما وحتى الآن وأنا أتحدث معكم منعت الأحزاب النازية ومنعت الأحزاب الموسولينية الفاشية من العمل، لأنها تخالف عقلية البشر وتتعالى على الإنسان الآخر وتميز نفسها النازية من القوميات والشعوب الأخرى. فبالتالي نقول نعم، هذه الدولة دولة يمكن أن تتوقف من هذه المشاريع كلها إذا وقفوا أشقان العرب، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تفكك إيران، وهم من يتضرروا أكثر من قبلهم من العداء الإيراني، إذا وقفوا وقفة واحدة لدعم الشعب العربي الأحوازي والشعوب الغير فارسية الأخرى لينالوا حقوقهم، وبالتالي تكون إيران دولة في الوسط الجغرافية السياسية الموسومة بإيران الآن، أو المعني ما تسمى بإيران الآن. فبالتالي نقول نعم هذا ممكن، وممكن لأن هناك شعبا في الأحواز يقاتل، يتظاهر، يعارض الاحتلال، يعدم يوميا، يدفع ثمن كبير في من أجل حريته، وله ائتلاف واتحاد قوي مع الشعوب الغير فارسية منهم الترك والتركمان والبلوش والكرد حتى يعني يتخلص من الاحتلال الإيراني. فإذن تخلص الاحتلال الإيراني لهذه الدول هو أساس مشروع الأمن القومي العربي، لأن العرب علاقات حميمة مع الأتراك، وللعرب علاقات تاريخية مع البلوش، والأحوازين هم عرب، والأكراد لهم علاقات من صلاح الدين حتى اليوم مع العرب. إذن نقول العداء العربي الفارسي المحمل حقيقة من الفرس على العرب ينتهي انتهاء وإلى الأبد عملا وتطبيقا بتحرير الأحواز وتحرير الشعوب الغير فارسية من خلال تفكيك الدولة الإيرانية العنصرية، وهو ممكن دون شك
وهو آتي دون شك. ليش؟ لأن الإيرانيين الفرس هم بقاء هذه ما يسمى اليوم إيران، هو بقايا الإمبراطوريات اللي انتهت وراحت. يعني إمبراطورية الروس انتهت، إمبراطورية اليونان انتهت، وإمبراطورية العرب انتهت، والعثمانيين أصبحوا دولة تركيا، وكل هذه الدول الإمبراطوريات كانت مثلا العثمانيين كانوا لأقصى أوروبا يحكمون العالم العربي كله، واليوم هم بتركيا. الفرس هي هكذا، العرب هكذا، المسلمون العرب وصلوا إلى الأندلس وفتحوا العالم كله، واليوم عادوا إلى ما حيث هم. ولكن الفرس لا زالوا يحتلون أراضي القير وشعوب أكثر من حجمهم، وشعوب أكثر من سكان من سكان الفرس، وأراضي أكثر من أراضي فارس. فبالتالي كيف يتمكنوا أن يحموا هذه الأراضي وهذه النسبة الكبيرة من السكان، وهم كل هذه السكان وكل هذه الأراضي غير فارسية؟ والنقطة الثانية أن العالم يتحرك تجاه واضح، يتحرك تجاه الديمقراطية، يتحرك تجاه حقوق الإنسان، حق تقرير المصير، عولمة الكلمة، عولمة حقوق الإنسان. فكل هذه القضايا توعي المواطن الغير فارسي أن لك حقوق مختصرة من هذه المواطن الإيراني. الإيرانيين لا يتمكنوا أن يقفوا أمام مد الحريات إلى الأبد، ولا غير قادرين على إعطاء هذه الحريات للعرب، وحتى حرموها على أنفسهم، لأن لا يمكن لهم أن يتحدثوا عن صحافة وإعلام حر ويمنعوا العرب والكرد والأتراك والبلوش أن يتحدثوا عن معاناتهم. إذن هم يمنعون حرية الصحافة عندهم، خافوا العرب يكتب عن معاناته، وخاف التركي يكتب عن معاناته، وبالتالي يمنعوا الانتخابات الحرة، لأن إذا هناك انتخابات حرة الشعوب تقرر مصيرها وتنتخب من تريد. والفرس يريدون المنتخب يجب أن يأتي ويقول ما تريده دولة الاحتلال. إذن هم يعارضون الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحريات المدنية، فبالتالي هذه الدولة لا يمكن لها أن تستمر وهي بنهايتها السقوط والتفكك على الشعوب، لأن الحرية في تعارض كامل مع الدكتاتورية، والاحتلال في تعارض كامل مع الحرية، وهذان متناقضان لا يمكن أن يجتمعان في جغرافيا واحدة. فهم يريدون الحرية، عليهم أن يعطوا الحرية والتحرير للآخرين. يريدون حقوق الإنسان، عليهم أن يعطوها للآخرين. لا يمكن للفارسي أن يكون حرا يقرأ ما يشاء، يكتب ما يشاء، يقول ما يشاء، والبلوشي والتركماني والكردي والعربي الأحوازي والتركي لا يمكن له أن ينطق بما يريد أو يكتب كما يشاء أو يغرر مصيره كما يحلو للفارسي أن يغرر مصيره. فهذا طبيعي واحد على واحد. اثنين، الدولة الإيرانية منهارة، الدولة الإيرانية سوف تتفكك، الدولة الإيرانية سوف يكون مصيرها مصير يوغوسلافيا، الدولة الإيرانية سوف يكون مصيرها مصير الاتحاد السوفيتي السابق. لا يمكن للديكتاتورية أن تستمر، الكفر يدوم والظلم لا يدوم. هذا كلام ليس بقليل، هؤلاء ليس مسلمين أساسا، ولكنهم حتى إذا كانوا كذلك لا يمكن لهم أن يقاوموا الحريات وحقوق الإنسان ومطالب الشعوب. وبالتالي يعني لهذه الأمهات ولهذه النساء ولهذه الأطفال ولهذه الشباب اللي تعدم وتقتل وتعذب وتسجن حوبة، وبالتالي هذا كله سوف يعود لهذه الديكتاتورية الشوفينية الفارسية اللي تحكم على رؤوس الشعوب بالقهر والحديد والنار وبالإعدامات وبالإرهاب. ولكن عندما نعود إلى الوراء ونقرأ ونساء حتى عملنا نحن نراه، يعني كيف كان قبل 15 سنة أو كيف كان قبل 22 سنة عندما بدأنا عمل الجبهة الديمقراطية الشعبية، كنا نتمنى أن ينطق واحد باسم الأحواز، كنا نرفع آذاننا هكذا على متى أحد يرفع اسم قضية أحواز أو سجين أحوازي بالخارج. ولكن اليوم أنتم تشاهدون كم من إعلامي، كم من صحفي، كم من قارئ، كم من كاتب، كم من فضائية تنطق باسم الأحواز وتعمل للأحواز، وكم أبناء الشعب العربي الأحوازي هم مصرون على استعادة حقوقهم الوطنية ونيل الاستغلال والتحرير من العدو الإيراني وفق القوانين الدولية، وفق الشرعية الدولية، وفق ما أقرته المنظمات الإنسانية ومجلس حقوق الإنسان. نعم نحن مع حق،
وهم مع باطل، نحن مع الحرية وهم للظلام والديكتاتورية، نحن مع التحرر وهم مع الاحتلال. هذه المقايسة وهذه المعادلة لا يمكن أن يأتي لها عقل حر ويقول نعم أنا مثلا أوروبي أمريكي آسيوي أنا مع الاحتلال، أنا مع الديكتاتورية، أنا مع الظلام، أنا مع تكميم الأفواه. بالتالي هو معكم، هو معكم لأنكم أنتم مع الحرية، أنكم مع حقر المصير، أنكم مع الشرعية الدولية، أنكم مع حق المرأة، أنكم مع حق الأطفال، أنكم مع حقوق الصحفيين والعمال والفلاحين والحياة الحرة الكريمة. فلا يمكن لإنسان حر أن يترك هذه يعني المطالب الشرعية الإنسانية اللي كافحت من أجل تحقيقها كل الثوار بالعالم منذ سبارتوكس بالألف الثاني ما قبل الميلاد حتى اليوم، ويأتي يدافع عن جراثيم الدولة الإيرانية والشوفينية الفارسية التي تريد بعجلة التاريخ أن تذهب إلى الوراء للتخلف للرجعية للشعوذة للدخول في يعني الظلام. ما موجود هذا بالعالم، ما ممكن أن يستمر هذا بالعالم. في أقصى غرى العالم اليوم الإنسان يعرف حقوقه، في أقصى يعني صرايف الهور والبيوت الصخرية في الجبال الستلايت موجود والراديو موجود، وتستمع الناس إلى كلمة الحق اللي تقعد على أفوادها لأنها كلمة حق وكلمة صدق. فكيف لهؤلاء أن يحجبوا هذا النور الساطع وهو حرية الإنسان الذي لا يمكن إخفائها أبدا وبأي شكل كان؟ هم على زوال ونحن الباقون، هم بالتالي على التفكك ونحن من نقيم دولتنا المستقلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.